ونجوى كرم أيضا كانت حديث الناس بها الويكند من بعد إحيائها لحفلة الأول في السعودية وتحديدا بمنطقة الخبر ضمن حفلات موسم الشرقية، وحضرها عدد كبير من الجمهور السعودي اللي كان جدا متحمس إنه يلتقي فيها. والاحتفالات ما اقتصرت على الحفل بس، إنما بدأت من لحظة وصول نجوى على السعودية واللي كان لها استقبال جماهيري كبير بالمطار، ومن بعدها التقت بالفانز يلي عملوا لها مفاجأة كبيرة وجابوا لها بيك كيك. ونجوى كانت كثير متأثرة بهالحركة ونشرت فيديو على صفحتها من هاللحظات. ومن بعد المفاجأة المميزة يلي عملوها هدتهم نجوى أغنية خاصة للسعودية قدمتها لأول مرة خلال الحفل واسمها الله ياخذ بيدك يا سعودية، كتحية حب منا ولكل الشعب السعودي. وهالأغنية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وهالشيء يريح نجوى اللي كانت جداً متوترة قبل الحفلة. أول شيء كنت خايفة، بس الجمهور خليني عن جد اتميلك حالي وصوتي، وكان هو قوتي صراحة. وهالقوة كانت واضحة على المسرح، فشفنا الحماس عند نجوى وأيضاً عند الفرقة الموسيقية، فما ظل منهم واحد قاعد في مكانه. من أحلامي الكبيرة اللي تحققت. وغير الأغاني الإيقاعية كان طبيعي إن نجوى تغني الموال اللبناني اللي الكل منتظر يسمعه منها. ونجوى اختارت لهاليوم فستان طويل مرمد كات من رامي قاضي، تميز بالكريستلز الملونين. ومن بعد ما خلصت نجوى وصلتها التقت بماجد المهندس بالكواليس وصار بينهم حوار عفوي. نجوى وجوه وعتيف، أنا بتفائل باسمه، بتفائل بفنه، بتفائل بأخلاقه، ونعم التعامل ونعم العلاقات الرائعة. وحتى إن نجوى ردت خلال هالحديث على شائعة ارتباطهم اللي أطلقوها الناس من فترة. بكبر بخي ماجد، تهمون عملوا علينا إشاعة ما بتجوز علينا، لأنه نحن أحبة. خلينا تهمون الغرام.